فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بلد الكفار هناك بعض يقول في بلد الكفار هناك بعض المسلمين يبيعون الزهور أو الأزهار، يقول: ونحن نعلم أنها ستشترى لأجل عيد للكفار، هل يجوز بيع هذه الزهور في هذه الحال؟ لا، المناسبة أعياد الكفار لا تباع عليهم الأشياء، لأن هذا من الإعانة لهم على الباطل ومن إقرارهم على الأعياد المبتدعة. هذا يخاف أنها وصلت الآن الزهور، له وقت أن الآن بدأوا ينادون به، هذا ما يجوز، هذا عيد الزهور هذا ما يجوز، من أعياد الكفار. نعم، وليس عندنا عيد في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى فقط. نعم.